السلام عليكم، تنتمنى تكونوا مزيان. دونك كما كنت وعدتكم اليوم غادي نبداو نستعدوا للامتحان المحلي اللي هيكون في نهاية هذا الشهر. دونك باش نستعدوا مزيان ونحصلوا على نقاط مزيانة، دونك من الأحسن هو أننا نبداو بلا بروديكسيون إكريت. علاش بلا بروديكسيون إكريت بالضبط؟ لحقاش هو اللي تيكون فيه النقاط بزاف. دونك بالنسبة للغة الفرنسية دونك تيكون عليها 8 النقاط. دونك 8 النقاط ماشي شي حاجة اللي سهلة، دونك الواحد الا عرف كيدير يكتب لا بروديكسيون اكريت واستعد لها مزيان، دونك 8 النقاط زائد نقطه من هنا نقطه من هنا دونك تحصل تقدر توصل حتى ل 15، واخا يكون المستوى ديالك ناقص في الفرنسي، دونك تقدر تحصل على 15 على 16 في الفوغ في الامتحان الجهوي وبيان باردو في الامتحان المحلي بطريقه سهله وبسيطه. اليوم غادي نخدمو جوج ديال لا لتر لي شون في الدوره الاولى، هما لا لتر دانفيتاسيون ولا لتر دو في. دونك جوج لا لتر، جوج ديال لي لتر. علاش؟ لحقاش مرتبطين. اون فوا تتكون عندنا اون لتر دانفيتاسيون الا اننا تنصيفطو واحد لا لتر دو فو، يعني ديال المتمنيات، واحد تيعرضنا شي حاجه دونك خصنا نصيفطو لواحد الرساله نبينو له واش غنجيو ولا ما غاديش نجيو، وفي نفس الوقت خصنا نقدمو له تهاني. دونك هادو هما لي فو، لي فو هما التهاني ولا المتمنيات. دونك غادي نبداو باول لتر وهي لا لتر دانفيتاسيون. دونك كما تشوفوا معايا، دونك انا غنحاول نعطيكم شي حاجه اللي واجده، دونك اي واحد فيكم يعقل عليها يحفظها ويستعملها مع اي لتر دانفيتاسيون. و لا لتر دانفيتاسيون بيان سور هي غالبا تتكون اون لتر بيرسونيل، يعني رساله شخصيه. دونك حنا غادي نشوفوا كيفاش اننا غادي نكتبوا هاد لا لتر بيرسونيل. دونك مهم من اول حاجه هو نعرفوا لا فورم دو لا لتر بيرسونيل، كيفاش نكتب لا لتر بيرسونيل. لحقاش حنا ملي تكونوا تنصحوا لكم الامتحان المحلي دونك تنشوفوا واش هاد التلميذ هذا بعدا احترم لا لتر لا فورم ديال لا لتر بيرسونيل. دونك خصنا نعرفوا كل حاجه فين نديروها بلاصتها، من بعد عاد نشوفوا شنو هما الكلمات اللي ممكن نستعملوا في لا لتر دانفيتاسيون. دونك اول حاجه كما تشوفوا معايا هنايا عندنا ليو اي دات، دونك ضروري خص يكون المكان والتاريخ. مثلا هنا تيكون المدينه لا فيل، دونك فوالا دونك لا فيل. من بعد تعطي دونك النهار التاريخ والشهر، مثلا 1/2/2022 داكوغ. هنا لا فيل والتاريخ داكوغ. ليو اي دات تيكون هنايا اغوش، تيكون باردون ادغوات، تيكون في الفوق ادغوات. من بعد تيجي عندنا لا فورمول دابيل، بويسكو حنا عندنا اون لاتر اميكال بيان اون لاتر بيرسونيل. دونك تنبداو بشيخ الا كان غنصيفطوها الراجل، وشيخ هكايا الا كان غنصيفطوها المراه مثلا، شيخ او بيان شيخ داكوغ. و الا كان مثلا لي بارون قولو شيخ بارون زيدو اس داكوغ. باغ اكزومبل دي لا فورمول دابيل. من بعد لا فورمول دابيل تيجينا لو كور دو لا لتر، يعني الجسم او الوسط ديال الرساله، دونك هو هذا داكوغ لو كور دو لا لتر. واخر حاجه تنسالو بها هي لا فورمول فينال، دونك لا فورمول فينال يعني واحد تتكون جملة النهاية باش تنهيو نساليو لا لتر بيرسونيل ديالنا. وعندنا لا سينياتور في الاخر، هنا لا سينياتور تندير فيها الاسم ديالي انا، الاسم ديال اللي صيفط الرسالة داكوغ. هادي هي لا سينياتور، ماشي تنسني ولاني تندير الاسم ديالي، دونك سينياتور تنعطي الاسم ديالي. تخي بيان، دونك كيما نعاودو، دونك عندنا ليو اي دات فورمول دابيل لو كور دو لا لتر فورمول فينال سيناتور. دونك او توتال عندنا خمسه ديال لي زيليمون مهمين، خمسه العناصر مهمين في لا لتر بيرسونيل خصني نعقل عليهم ونعقل على بلاصتهم. دونك ليو اي دات فورمول دابيل لو كور دو لا لتر فورمول فينال، وعندنا لا سيناتور اللي تندير فيها الاسم ديالي. دونك دابا ندوزو لا لتر انفيتاسيون، كيفاش انا نكتب لا لتر دانفيتاسيون. دونك مي تنبغي نكتب لا لتر دانفيتاسيون كيما قلت لكم سي اون لتر اميكال، اون لتر بيرسونيل، رسالة شخصية. دونك تنبداها بأي طريقة بغيت، ما يهمش. حنا مثلا في لتر بيرسونيل ما تتحاسبش على شنو كتبتي، المهم أنك غاتكتب اون لتر دانفيتاسيون، يعني خصك تكون فيها اون انفيتاسيون، دونك خصك تعرض. دونك حنا غادي نشوفو هنايا أبسط طريقة اللي ممكن نكتب بها اون لتر دانفيتاسيون ببساطة وبطريقة سهلة وبسيطة. تخي بيان، دونك سهلة. دونك بونجور شيغ أمي، دونك تقدر بونجور شيغ أمي، كومون سافا، جيسبيغ كو تو فا بيان، تو مي مونك تيلمون. دونك مثلا افترضو انك تكتبها الصديق ديالك، وحنا تنهضرو على بيرسون أميك. دونك ما بغيتيش أمي، بونجور شيغ كوزان، كومون سافا، جيسبيغ كو تو فا بيان، تو مي مونك تيلمون.
داكوغ دونك اي شخص دونك هذا امي مثلا نقدر نبدلوها ونقدر نديرو اي شخص نقدر نحيدو كاع امي ونديرو اسم ديال ذاك الشخص اللي غنصيفطو له هذا الرساله. داكوغ دونك بونجور شير امي كومون سافا جيسبيغ كو تي فا فيان تو مي مونك تيلمون. دونك دي فراز ساهلين وبساطين اللي نقدر نبدا بهم لا ليتر دانفيتاسيون. هنايا فوالا هادي كبدايه تمهيد يعني كتمهيد تقدر تكتبو في لا ليتر بيرسون. من بعد تنجيو هاد الباراغراف اللي مهمه بزاف واللي هي اللي تيكون فيها لانفيتاسيون. هنا تتعرض عليه دونك تقدر تعرض لاي حاجه تقدر تعرض ما يهمش المناسبه اللي غتعرض عليها. المهم هو انك تكون عاقل على هاد الكلمات هادو كيفاش نكتبهم. مثلا عندنا هنايا Je t'écris cette lettre pour t'inviter à la fête que je vais organiser à l'occasion de. يعني تنكتب لك هاد الرساله باش نعرضك الحفله اللي غادي نظمها بمناسبه à l'occasion de. انا خليتها هنا خاويه انت تقدر تكتب لوكازيون اللي بغيتي. À l'occasion مثلا de mon anniversaire عيد الميلاد ديالي. À l'occasion de mon mariage يعني الزواج ديالي. À l'occasion de mon par exemple de ma réussite يعني النجاح ديالي. داكور دونك حفله بمناسبه. دونك هنا المناسبه تقدر دير المناسبه اللي بغيتي داكور. حقاش ميمكنناش نعرضو شي واحد لشي حاجه اللي حزينه. لا ضروري سنعرضو شي واحد لحاجه اللي لشي حاجه المناسبه زوينه. دونك هنايا تكتب المناسبه اللي بغيتي اللي غتعرضو عليها على حسب الموضوع اللي عاطين. هادي الا كان عندك اون لاتر دانفيتاسيون. من بعد تتحدد له هذا الوقت اللي غادي الوقت اللي غتكون فيه هاد لافيت اي كي اوغا ليو ها اي كي. وهادو كلهم اللي مكتوبين بالموف ما تيتبدلوش تيبقاو لنا كما هما. كي اوغا ليو لو مثلا ميركودي سوار ا 20 هاد ميركودي وهاد 20 تقدر تبدلها تقدر دير التاريخ اللي بغيتي والساعه اللي بغيتي. كي اوغا ليو ميركودي سوار 20 فوالا. الي بلان الي بلان دو شوز الي بلان دو شوز ا فير اي ا فوار. On va bien s'amuser. J'attends ta réponse. Il y a plein de choses, hein? Il y a plein de choses à faire et à voir. Et à voir. Donc à voir. Donc c'est pour Hamzien. Et à voir. Donc voilà. Et à faire et à voir. On va bien s'amuser. J'attends ta réponse. Et sans t'adresser, je vois bien. Donc, هادو كلهم اللي كاتبينهم انا بالموف يعني تقدر انت تعقل عليهم وتحفظهم وتستعملهم. شنو اللي غتبدل؟ غتبدل غير هاد لوكازيون هادي اللي انا قلت لك تقدر دير فيها مارياج تقدر دير فيها انيفيرسير تقدر دير فيها نجاح ريوسيت. وبغيتي تخليها التاريخ خليه بغيتي تبدلو بدلو هو والساعه. تخي بيان. دونك ها انت دابا عرفتي على داك الشخص. نجيو لا فورمول فينال بويسكو هادي لاتر اميكال بيرسونيل يعني تقدر تساليها بوحده من هاد لي زيكسبرسيون. اما تقول له ا بلوس اما اميكالمون اما ا بيانتو ولا تقول له جو تومبراس. داكور. ومن بعد سالي بلو نون ديالك الاسم ديالك. دونك حاجه بسيطه وسهله. دونك هاد كتنكتبو لا لاتر دانفيتاسيون يعني شي حاجه بسيطه وسهله. هادشي تعقل عليه تمشي دوز الامتحان. الا كان عندك اون لاتر دانفيتاسيون جو سوي سيغ انا متاكد 100% هو انك تحصل على 8 النقاط ديالك بطريقه سهله وبسيطه. دونك هادي اون لاتر دانفيتاسيون. شنو الجواب ديال لا لاتر دانفيتاسيون؟ هو اون لاتر دو فو. مثلا تقدر يطلب منك مثلا انك نتايا شي واحد عرضك لشي مناسبه. دونك شنو غتكتب له نتايا؟ انت غتكتب له اون لاتر دو فو يعني غتكتب له واحد الرساله ديال المتمنيات. تخي بيان. نفترضوا مثلا فوالا انك تكتبوا اون لاتر دو فو لا ميم شوز. لا لاتر دو فو هي اون لاتر بيرسونيل عاوتاني هي رساله شخصيه. دونك بنفس الطريقه هنا بدينا فاز يعني مدينه وبدينا بالتاريخ فاز لو 15/12/2021. دونك فوالا التاريخ. من بعد تشوف داك الشخص اللي كتبتي له مثلا كريم تقول له شيخ كريم داكوغ في هذا المكان بالضبط بهذه الطريقة. يعني خصكم تكتبوا بهذه الطريقة بهذا لا فورم بهذا الشكل. دونك هو مثلا عرضك شي مناسبة زوينة. دونك نتايا شنو بغيت باش غتبدا لا ليتر دو فو بهذه الطريقة. سي افيك اون جوا ايمونس كو جي ابخي لا نوفيل دو تا ولا دو تون مثلا يعني بفرح كبير انني تلقيت الخبر ديال هنا تتعطي المناسبة دو تا ريوسيت de ton anniversaire, de ton mariage. Donc voilà. Qui aura lieu, ni d'extérieur, 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 ni d'extérieur,
هو نفسه ذات اللي تعاودوا كي اوغا ليو لو ميركودي بروشان. يعني انت هاد ميركودي هاد بروشان تقدر تبدلها كاع ودير التاريخ اللي بغيتي. جو سوري تري غافي داسيستي ا تا فيت، يعني غنكون مسرور بالحضور للحفل ديالك. سي افيك اون جوا ايمونس كو جي ابري لا نوفيل دو تا و دو تون. هنا المناسبه اللي عرضك عليها هي اللي تكتب في النقاط كي اوغا ليو اللي غادي يكون تعطي النهار اللي هو اللي ذكر لك النهار، ما ذكرلكش النهار تعطي واحد النهار اللي بغيتي. كي اوغا ليو جو سوري تري غافي داسيستي ا تا اتفت. دونك هنايا تقول له بلي انني فرحان بهاد المناسبه ديالك وغادي نكون سعيد الحضور ليها. داكوغ هكا باش تنبداو يعني تقدر تحفظ هاد الطريقه هادي، هكا تقدر تبدا بها اي ليتر دو فو بغيتي. داكوغ تري بيان. من بعد شنو تدير في لا ليتر دو فو؟ تجي الباراغراف الثانيه او الفقره الثانيه، هنا تتقدم لي فو. يعني قدرتها لكم هنا، هنا تقدم لي فو. لي فو تقدر المتمنيات تقدر تحفظ بواحد، تحفظ واحد المتمنيات وتقدر تكتبهم. داكوغ مثلا هنايا هنا هادو اللي اختاريت لكم هنايا نقدر نطبقوهم لاي ليتر دو فو. يعني سواء كان عندك عرس، كان عندك اسبوع، كان عندك كيما بغا يكون. دونك تقدر تكتب له هاد لا ليتر دو فو مثلا. En cette heureuse occasion, il n'y a pas de monnaie Saïda, je t'adresse mes meilleurs voeux de joie et de réussite. Et c'est aussi l'occasion pour moi de t'exprimer tout mon attachement à notre amitié. Et c'est aussi l'occasion, il y a une monnaie Saïda, il y a une monnaie Saïda, il y a Et c'est aussi l'occasion pour moi de t'exprimer tout mon attachement à notre amitié. داكوغ دونك تقدر تحفظ هادي، تدخلها في عقلك صافي، تقدر تطبقها لاي مناسبه كانت. اون سيت اوغوس اوكازيون جو تادريس مي ميور فو دو جوا دو سونتي دو ريوسيت دو بونور. داكوغ لي بغيتي تزيدو زيدو، بغيتي تكتفي بهادشي تكتفي بهادشي. Et c'est aussi l'occasion pour moi de t'exprimer tout mon attachement à notre amitié. Had à notre amitié, تقدر donc il accepte que c'est pas صادق تخليها. C'est bon? Très bien. وحتى الا كان مثلا شي فرد من العائله ديالك راه تقدر تربطك مثلا بولد عمك ولا طون كوزان ولا تا كوزين، ولا راه تقدر تربطك بهم علاقه صداقه تخليها. دونك عاوتاني لا فورمول فينال، دونك اميكالمون ولا ا بلوس ولا ا بياتو ولا جو تومبراس، وتكتب الاسم ديالك مثلا هنايا انس. الا كان الاسم ديالك انس كتب ا انس. داكوغ تري بيان. دونك هذه هي لا ليتر دو فو، اللي بطريقه بسيطه وسهلة بلا ما نعقدوا على راسنا. كيما نعاود لكم انا في نهار الامتحان ما نطلبش منكم انكم تبانوا زعما اللي بان لكم مجهدين في الفرنسيه ولا تجيب شي حاجه ما كاين. لا، اللي مطلوب منك انك نهار الامتحان هو انك تحترم لا فورم ديال لا لتر وتكتب بطريقه بسيطه وسهله. هادشي اللي مطلوب منك، وما تكتبش بزاف. يعني على كاين شي واحد يقولك هادشي ساهل، هو اكزاكتوم هادشي راه ساهل. هادشي اللي مطلوب منك شي حاجه اللي بسيطه وسهله. و فوالا، دونك انا العام اللي فات راه كنت وريت بزاف منكم في الامتحان الجهوي كيفاش يكتبوا ليتر اميكال، وراهم جابوا دي بون نوت. علاش؟ لحقاش كتبوا شي حاجه بسيطه وسهله. دونك هادشي اللي مطلوب منك، مطلوب منك انك تعقد امور. دونك تلاقاو المره الجايه ان شاء الله في فيديو جديد، فيديو جديد اللي غنهضروا على ليتر دوتوريزاسيون ولا ليتر دو غوميرسيومون، واللي هما دي ليتر ادمينستراتيف، ونشوفوا كذلك كيفاش اننا نكتبوا هاد جوج لي ليتر، وشوفوا طريقه عاوتاني بطريقه سهله وبسيطه. دونك تبارك الله عليكم، وتلاقاو المره الجايه.